المنتخب وامام عاشور. كلمت على كيروش افضل كلام واحلى كلام. بس الناس حست انه في مشكله حصلت بينك وبين فيتوريا، وفي مشكله اكبر حصلت بينك وبين الكابتن حسام حسن، انك ما بتحبش تقعد احتياطي في المنتخب، ولك لما حسيت انك هتقعد احتياطي مباراتين متتاليتين مصاب في الاخر عشان ما تروحش المنتخب. جاوبني بمنتهى الصراحه، الاول كان في حاجه مع فيتوريا؟ لا خالص، انا مش فاكر حاجه. ما فيش حاجه خالص؟ لا لا تمام. بالعكس، انا لعبت مع الراجل كل الماتشات في بطوله افريقيا. انت كنت في البطوله الافريقيه لما وقعت على دماغك؟ وقعت على دماغي. انا عرضت اللقطه، كنت يعني ربنا نجاك. انت شفت اللقطه كده؟ ما اقدرش اعرضها تاني، ما اقدرش اعرضها تاني، لانه صعب. ربنا نجاك، ربنا انا نجاك. مش فاكر اي حاجه من اليوم الحمد ده. الحمد لله، احسن احسن احسن. الحمد لله. طيب فيتوريا تمام التمام، حسام حسن. لا ما فيش والله اي حاجه، ما فيش خلافات خالص ما بيني وبين الكابتن حسام، بالعكس انا بحترمه جدا. وما فيش، هو اللي حصل ان انا المعسكر اللي انا مشيت فيه كان ساعتها كنت انا رايح المنتخب وانا كنت مصاب، كانت ركبتي كانت وجعاني، كان طالع لي حاجه هنا في ركبتي بس، وعرضتها كذا مره على الدكتور ابو العيله. انا دلوقتي، انا زي ما انا قلت لك يا كابتن شوبير، انا دلوقتي انا لو مش مصاب هو مش هيمشيني، لكن هو متاكد ان انا مصاب عشان كده هو مشاني. لكن دي ملهاش علاقه بحته ان انا هلعب ولا ملعبش، ملهاش علاقه خالص. لكن هما الناس اتكلموا وقالوا ان انا مشيت عشان كنت مش عارف اقعد دكه. ايوه لو قعدت دكه عندك مشكله؟ مشكله، مفيش مشكله عادي. وانت هتعرف ترجع نفسك اساسي؟ بالظبط. حاسس انت في فورمه كويسه دلوقتي؟ اكيد طبعا، الحمد لله. الواحد بيحاول كل ماتش يكسب خبرات، يكسب يعني ثقه نفسه وثقه الجمهور طبعا اللي بتوصلها له. الواحد بيحاول حتى لو هو مقصر في حاجه، فالحمد لله انا بحاول اراجع نفسي لو انا مقصر في حاجه. لكن بترجع تاكد انه مفيش اي نوع من انواع الخلاف مع الكابتن حسام خالص حسن؟ خالص خالص، انك بتحترم احترام خالص جدا كامل جدا. بالعكس، انا بحب الكابتن حسام حسن، وانا كان نفسي اتمرن مع الكابتن حسام حسن. وبالتالي كل اللي بيتقال ده كله لا اساس له من الصحة.